خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الهيئات القضائية، الرئيس السيسي يؤكد أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع وحصنا للعدالة والدستور. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملف تنمية شمال سيناء. القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها. أهلا بكم. اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، وشدد الرئيس خلال هذا الاجتماع على ضرورة التفاعل مع القضايا الحالية. وتحدث الرئيس أيضا في اجتماعه اليوم حول أعضاء مجلس الهيئات القضائية، وخلال هذا الاجتماع أكد أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع وحصنا للعدالة والدستور. كما شدد الرئيس على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري والشامخ على مر العصور. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع أعضاء مجالس الهيئات القضائية. وأكد الرئيس السيسي أهمية مساهمة المجلس في مواصلة عملية تطوير النظام القضائي المصري العريق وتعزيز دعائمه، وذلك لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم طارق شوقي. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة إلى أن الاجتماع تناول آخر المستجدات في المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر. أضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد دعمه لصياغة ثقافة التعليم والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا موسعا لبحث تنمية سيناء. وأشار مدبولي إلى أن هناك مقترحات بإعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين وميزات تفضيلية للمواطنين تشجيعا للإقامة في شمال سيناء. شارك في الاجتماع لفيف من الوزراء بينهم وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والكهرباء والصحة، إضافة إلى وزير الخارجية. للمتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ صلاح البلوك عضو مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء. أستاذ صلاح، يا هذا الاهتمام من الدولة من خلال هذا الاجتماع الموسع من الحكومة، بهذه المناسبة كيف تلخص ما تحتاج سيناء لتنميتها وجذب المستثمرين إليها؟ الدولة قدمت ما عليها وزيادة. الدولة قدمت 75 مليار جنيه في مراحل مختلفة للإعداد لبرنامج تنمية شامل سيناء ككل من خلال محور قناة السويس والمشروعات الموجودة في الجنوب. اللي محتاجاه سيناء من الدولة قدمته، لكن احنا محتاجين من المستثمر المصري أن يغير تفكيره في ظل عملية التحفيز المستمرة من الدولة. الدولة بتعد الخدمات، بتأهل المناطق، مناطق صناعية، بتعمل مشروعات، لكن دور المستثمر لازال محدودا ويتمثل فقط في مشروعين في وسط سيناء. إذن احنا ما عندناش مشكله مع ما نطلبه من الدوله، المشكله اكثر بكثير مع دور المستثمر المصري الذي لم يقدم بعد على عمليات استثمار جاده في سيناء. صحيح احنا عايزين الدوله تعمل بعض المشروعات في الجزء الاخير الملاصق للحدود بين العريش وحتى رفح وشيخ زويد، ولكن باقي المناطق الدوله قدمت وأنفقت الكثير من الأموال الذي لم يقابله نفس المستوى من التعاون من المستثمرين المصريين. طيب في رأيك عندما يتم تقديم حزم تفضيلية وتشجيعية للمواطنين للسكن والإقامة، هذا جانب يمكن أن يشجع على الإعمار وبالتالي تشجيع أكبر للمستثمر على الاتجاه إلى شمال سيناء؟ من المؤكد أنه اللي بيحصل دلوقتي من شأنه أن يشجع المصريين. يعني احنا لما عملنا البرنامج المشروع القومي لتنمية سيناء اللي كان المفروض ينتهي في 2017 نفذت بعض البنود منه. الدولة صرفت 70 مليار
ولكن هتلاقي برضو وانت بتراجع المسألة انه التفطير من المستثمرين. التحفيز اللي موجود في برنامج لتطوير مدينة العريش تم تفطير مليار جنيه في تطوير شبكات المياه وتطوير الميادين وتكميل المدينة والساحل والشواطئ، فكل ده معمول. في عندي مدينة رفح الجديدة 10400 وحدة سكنية، يعني المشروعات كبيرة والتحفيز موجود، ولكن والأوضاع يعني زي ما احنا عارفين العملية الشاملة يعني أعلن نجاحها وأنها طهرت بنسبة كبيرة تجاوزت 90%. يبقى احنا منتظرين فقط أن يحدث حراك سواء من جانب الجمهور المصريين ككل في كل المحافظات للانتقال والتعمير، في ظل أنه بتطرح أراضي في مشروع ترعة السلام في مزادات وبيع 40,000 فدان. نعم. ولسه مكملين على ده، احنا مستنيين بس أن يختلف تعامل المصريين ككل سواء المواطنين اللي استثمارتهم صغيرة أو كبار المستثمرين. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ صلاح البولق عضو مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم اجتماعا مع عمرو النصار وزير التجارة والصناعة لبحث خطط تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية بحضور مسؤولي الوزارة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي تليه الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي وتوطين عدد أكبر من الصناعات المتطورة في مصر مع زيادة نسبة المكون المحلي. وأشار مدبولي إلى حزمة المحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الصناعيين، ومنها إمكانية منح الأراضي بالمجان في عدة مناطق بالصعيد بالنسبة للاستثمارات التي تفي بالمعايير المطلوبة، ومنها أن تكون صناعات كثيفة العمالة وترتفع فيها نسبة المكون المحلي، بالإضافة إلى بيع الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة. التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ريتشارد سبنسر وزير البحرية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرية خاصة في مجالات التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين. وأكد الفريق محمد فريد عمق علاقات التعاون العسكري المشترك بين البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما أشاد وزير البحرية الأمريكية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين. تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش. وقامت القوات الأمنية بمداهمة تلك البؤرة، وحدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات، والذي أسفر عن مصرع 8 من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب. وفي تبادل إطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم يبلغ 6 عناصر إرهابية مصرعهم، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة. معي عبر الهاتف سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، كيف تتابع المجهودات التي تقوم بها القضاء القوات الأمنية للقضاء على العناصر الإرهابية وآخر هذه الجهود هذه المطاردة بالعريش؟ أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك. تحياتي لك ولأسرة إعداد النشرة. بالنسبة لما يقوم به جهاز الأمن الوطني فهي العين الشهيرة حاليا، والأمن الوطني استعاد قوته واستعاد مكانته لدى الجماهير ولدى الناس واستعاد الثقة في المواطن، ولهذا تتم الضربات الاستباقية والحملات الاستباقية على تلك العصابة الإرهابية. ونحن الآن في موسم لتلك العصابة الإرهابية المسمى جماعة الإخوان، فهم ينتهزون فرصة الاحتفالات بالأعياد سواء كانت للمسلمين أو للمسيحيين لتعكير الصفو للبلد وإحداث زعزعة أو إحداث فرقعة إعلامية، نظرا لأنهم قاربوا على الانتهاء أو قاربوا على القضاء عليهم قضاء مبرما في سيناء، وخاصة في العملية سيناء
2018 تقارب على الانتهاء، وهناك توأمة وهناك عمل دؤوب ما بين القوات المسلحة والشرطة بمعاونة أخواننا أو أهلنا المقيمين في سيناء من القبائل ومن العائلات الموجودة بحكم الزمن في مدينة العريش وفي رفح وفي الشيخ زويد. نعم. فقامت تلك القوات اليوم بمحاصرة هذه البؤرة الإرهابية التي كانت تعد وتخطط لارتكاب العديد من الحوادث خلال فترة أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة الميلادية، وتم تبادل إطلاق النار معهم، وكان شهود على ذلك الكثيرين من منطقة العريش، وهذا ردا على ما يرفضه هؤلاء الإرهابيين في القنوات الإرهابية في الفارس، وتم القضاء على 8، ثم الذين حاولوا الفرار القوات وتم القضاء عليهم جميعا، وهذا جهد مشكور ويدل على أن جهاز الأمن الوطني وقوات الشرطة في حالة يقظة واستنفار للقضاء على تلك العصابة الإرهابية، وخاصة أننا في موسم أعياد الإخوة المسيحيين وعيد رأس السنة. أشكرك جزيلا سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. عاشت مصر آمنة. أهلا بكم من جديد. تجري كل مديرية الأمن انتشارا مكثفا بالمحاور والشوارع والميادين والمنشآت الهامة، إضافة إلى دور العبادة للتعامل الفوري والتصدي الحاسم إلى كل ما من شأنه تعكير صفو أجواء احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية وشرطة نسائية، إضافة إلى الاستعانة بكلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت. تدابير وإجراءات أمنية تتخذها وزارة الداخلية استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية بكافة المحافظات. فقد قامت مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان للمواطنين. انضباط واستعداد كامل للقوات المشاركة وجاهزية عالية للتعامل بفاعلية وبحسم مع ما يستجد أمنيا وأي خروج على القانون من خلال تدريب يؤهلهم لذلك، مع تزويدها بالعدة والعتاد التي تتيح لها التحرك السريع والتعامل الفوري. تضمنت الإجراءات التي اتخذتها مديريات الأمن تعزيز الوجود الأمني ونشر الخدمات الشرطية بنطاق دور العبادة بعد انطلاق القوات من سكناتها بكامل التجهيزات. ونشر الأقوال الأمنية مع الدفع بقوات التدخل السريع كداعم للخدمات الأمنية على الطرق والمنشآت الهامة والحيوية، وتكثيف انتشار الارتكازات الأمنية المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام من خلال التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
وكثفت مديريات الأمن من الخدمات المرورية في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية، وكذلك الطرق والشرايين الرئيسية الرابطة بين المحافظات. ويشرف على تنفيذ هذه الخطط الأمنية بالمحافظات مدير الأمن لضمان الدقة في تنفيذها مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين. وتبعث وزارة الداخلية من خلال هذا الاستعداد والانتشار الأمني بكافة المحافظات برسالة ردع لكل من يخالف القانون، وأنها سوف توفر المناخ الآمن للمواطنين للاستمتاع بأجواء الاحتفالات، مع التزام الجميع بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين، لتدق أجراس الكنائس وترتفع ترانيم الميلاد وسط هذا الجو الآمن الذي توفره الأجهزة الأمنية. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فحص 8,266,708 مواطنين حتى ظهر اليوم 23 للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة. وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 21 مليون و7,000 مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي وعلاجهم بالمجان تماما. هذا وتواصل المدارس الثانوية بمحافظات المرحلة الأولى 9 عمل المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية. وقد بدأت المستشفيات والمراكز العلاجية صرف الأدوية بالمجان للتلاميذ الذين ثبتت إيجابيتهم لحمل المرض والتي لا تتعدى 3% من عدد المتقدمين. أكثر من 450 ألف طالب بالمرحلة الثانوية بالمحافظات التسع تم فحصهم للوقاية من فيروس سي. وجاءت محافظة الإسكندرية أكثر المحافظات إقبالا من قبل الطلاب الذين وصل عددهم إلى أكثر من 96 ألف طالب. المبادرة يتم خلالها تحويل الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس سي إلى المراكز العلاجية لتلقي العلاج بالمجان. نسبة العلاج في الطلبة مش كبيرة قوي، بس احنا بدأنا فعلا العلاج بالنسبة للطلبة. أول منطقة بدأنا فيها العلاج الفيوم. الطلبة تقريبا دلوقتي حوالي 300 واحد أخذوا علاج. طالب بيبقى عارف إن ده حاجة في صالحه، فطبعا بيخدم، بدليل إن احنا بعض الحالات المرضية بتكتشف من خلال الحملة وبيتم علاجها بالمجان. إقبال الطلاب على فرق المسح الطبي بالمدارس يؤكد وعيهم الكامل بأهمية المبادرة للقضاء على فيروس سي. مبادرة كويسة طبعا. الأول كان فيه خوف قليل، بس ازاي خاف حاجة لمصلحتي؟ هم جابونا هنا عشان يكتشفوا الأمراض اللي عندنا، الحاجات المستخبية. لا هي حملة كويسة، بس أنا كنت خايفة شوية، بس لا إن شاء الله تبقى حلوة. مفيش حاجة تخوف. هي مش بتفيدني أنا شخصيا، هي بتفيد الشعب كله، ودي حاجة كويسة. واحنا طبعا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو نزل لنا المبادرة دي، لان هو بجد عايز يعمل مجتمع بدون اي امراض، واول مرض ان هو يدي عليه فيروس سي. تواصل عمل فرق المسح الطبي للقضاء على فيروس سي والامراض غير السارية وتوافد الطلاب عليها بشكل كبير يؤكد وعي المجتمع بأهمية المبادرة وخلو مصر من المرض بحلول عام 2020. محمد حلمي، النيل. استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بمقر القيادة العامة في الرجمة شرقي بنغازي. بحث حفتر مع رئيس الوزراء الإيطالي المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات. أحبطت وحدات الجيش السوري محاولات تسلل واعتداء من قبل مجموعات مسلحة باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالية. وواجهت وحدات الجيش السوري ضربات مركزة على مواقع ومقرات لمجموعات مسلحة في قرى المشيك وتل واسط والزيارة في سهل الغاب بالريف الشمالية، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المسلحين وتدمير مقرات ونقاط محصنة ومواقع كانوا يستخدمونها في الاعتداء على النقاط العسكرية. تواصل تركيا إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى مناطق شمال سوريا تسيطر عليها القوات الكردية التي تتوعدها أنقرة بهجوم عسكري جديد. كانت تركيا قد عززت من تواجدها العسكري شمال سوريا في أعقاب إعلان الرئيس ترامب بشكل مفاجئ سحب القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق سوريا.
في ظل الوضع المتوتر في شمال سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من هناك، شهدت المنطقة تصعيدا جديدا من قبل القوات التركية، حيث أرسلت أنقرة تعزيزات عسكرية قرب منطقة تسيطر عليها القوات الكردية التي تتوعدها أنقرة بهجوم عسكري جديد. نحو 35 دبابة وغيرها من الأسلحة الثقيلة وأفراد من القوات الخاصة التركية عبرت معبر جارابلس الحدودي على متن ناقلات مدرعات، وبحسب شهود العيان ينتشر جزء من العتاد العسكري والجنود في نقاط على الحدود، بينما عبر البعض إلى داخل سوريا عبر منطقة البيالي الواقعة على بعد 45 كيلومترا من مدينة منبج شمال سوريا، والتي كانت سببا للتوتر بين أنقرة وواشنطن. جاء ذلك على الرغم من تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مزمعة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. التحركات العسكرية تأتي في وقت حذر فيه مسؤولون أكراد من أن أي هجوم تركي يعني انسحاب مسلحيها من جبهة القتال الأخيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور. كانت أنقرة قد أعلنت الجمعة الماضية أن تركيا ستتولى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا مع سحب الولايات المتحدة لقواتها، مضيفا أن العملية العسكرية المزمعة ستستهدف كذلك وحدات حماية الشعب الكردي. وفي ختام هذه البانوراما الإخبارية إليكم عناوين الأخبار. خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الهيئات القضائية، رئيس السيسي يؤكد أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع وحصنا للعدالة والدستور. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا وزاريا لبحث ملف تنمية شمال سيناء. القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها. دوما التفاصيل في موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.